وهذا شيء يشرفني كثيرا. جمع بين ما يصعب تخيل. كتاب حسن مختبر هو عبارة عن سيرة حوارية أجراها معه الزميل مصطفى الإدريسي. وكتاب يحكي بعد الوجع في مرحلة تاريخية متميزة سميت بسنوات الرصاص. وما يثيرني في هذا الكتاب هو أنه سيرة للبوح، سيرة للوجع، سيرة للألم، معجونة بحب كبير للوطن وللحزب الذي كان ينتمي إليه. وحينما خرج من المعتقل وهو الذي كان محكوما عليه بالإعدام لم يحقد على جلاده ولم يكن يكن لكل من تسببوا في أحزانه وآلامه وآلام معها آلام أمة أي انتقام. وهذا سببه هو الحكي والسرد الذي كان مفعما بالحب، حب وطن نريد أن يكون أحسن مما عليه، حب أمة نعشقها. وكان جيل كبير قد ضحى بالغالي والنفيس من أجل تنميتها وديمقراطيتها وأن يكون الإنسان عليها كرامة تحترم وحقوق تحفظ وحقه أيضا في أن يفتخر بالانتساب لهذا الوطن. سيرة حسن مختبر التي عرف كيف يستلها ببراعة الزميل مصطفى الإدريسي هي سيرة ليست فقط لذات المعتقل الذي عانق الحرية، ولكنها سيرة أمة لأنها تحكي جزءا من تاريخنا المعاصر، جزءا اختلطت فيه الآمال مع الآلام، اختلطت فيه الجراح مع الأحلام، اختلطت فيه الأماني مع الآلام. ونجحنا بشكل كبير من خلال ما يقوله هذا الكتاب في أن نتجاوز ما كان مضبطا لثورة وتطور وتنمية أمتي.